لكم حبوبات ديالي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد، فلوق جديد، العين سردون مع الصديقات ديالي اللي معايا في لاصال، دايرين واحد عيد ميلاد الكوتش ديالنا. خليكم معايا باش تمتعوا باجواء ولحظات اللي عندنا في عين سردون مدينه بني ملال. تشوفوا الاجواء ديالنا كيفاش دايره، وتشوفوا المناظر، الطبيعه زوينه تبارك الله وخلابه، والمياه ديالها ما شاء الله. خليكم معايا وما تزبيوش. Thank you.
سرتول واللحظات الزوينه وشفتوا معايا الشلالات والمياه ديالها، غادي نمشيو نعيشوا كذلك الحفل ديالنا ديال عيد الميلاد مع الكوتش ديالنا والصديقات ديالنا، وغادي نحنيو حنا والبنات وتشوفوا معايا الاجواء. خليكم معايا وما تزابيوش. صحه وراحه اختي نواد. نمشي نجيب اختي صحة اختي سارة نقيش. الله على الاتنان ديالنا. وبقات الأخيرة معنا مرت عمي أختي تا هي ما نساوهاش، هي آخر وحدة حنات. بصحتك أختي لطيفة. صحة والله حافتك، نفضحوك الأعياد إن شاء الله والمناسبات يا ربي الله يدومهم علينا. الله يحفظك أختي وديروا لايك كما قالت لكم بنت صاحبتي صوفيا. شكرا. يلا انتم البنات انا وصديقاتي ديالي شوفوا البنات تبارك الله عندنا. انتم البنات ديروا يديكم ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. هنا بعد ما عشت معايا اللحظات ديال عيد الميلاد غادي نمشيو نعيشو واحد الاجواء ديال الشباب اللي تيكونوا بحال هكا فرقات في العشيه وتيكونوا يشطحوا ونشطوا الناس ونشطوا اللحظات الشيقه والزوينه والمناظر الخلابه اللي في عين سردو بالمياه ديالها الزوينه. اللي عجبكم الفيديو كثروا لي لايك وبسلامه عليكم الى فيديو قادم.